السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسوا خوتنا اللي في الغربة. موضوع اليوم خوتي، حبيت نتكلم على المقابلة، يعني مقابلة الموسم، مقابلة يعني كسر العظام، مقابلة الموسم، يعني البيج ماتش. صراحة البارح اللي ما شافش مقابلة توتنهام والسيتي فات نص عمره. صراحة لعب من كلا الطرفين، هجومات، مراوغات، أهداف، متعة، إثارة، تشويق، هذه هي مقابلة كرة القدم. لما تشوف مقابلة السيتي وتوتنهام وتشوف ما ذا يحدث في بطولة الكوكايين، تعلم باللي كرة القدم انتاحم مش بعيدة، ما تشبهش خلاص بحاجة اسمها كرة القدم في الجزائر، لا علاقة. الدقيقة 93 ولا 94 يسجل سيرلينغ هدف، وفرحة السيبورتير، فرحة على السيبورتير نتاع السيتي، من بعد يلغيه الحكم داعي الفار انه تسلل، ولا كرسي تكسر، ولا سب للحكم، ما ضربوش الحكم، ما ضربوش السيبورتير تاع توتنهام، وما ضربوش اللاعبين تاع توتنهام. قمة، قمة بأتم معنى الكلمة. با 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 با. صراحة قمة. تربية، حضارة، أخلاق، مستوى، ما نحكيش على المستوى، مستوى هارب 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 هارب، ما نحكيش، قمة. الشيء الآخر حبيت نوصل هذه الميساج للأسطورة. يا أسطورة، قلت لنا باللي يا ولدي كينيا ما عندها والو، كي قالوا لك باللي راه هذا كاين عندهم لاعب يقولوا له وينياما يلعب في توتنهام، قلت لهم ما يلعبش، قلت لهم يلعب في ليكيب ريزيرف ولا في كي كثر، قال لهم قلت لهم في البنك. يبين باللي ما تبعوا كرة أوروبية، ما تعرفوا كرة أوروبية، ما عندكم علاقة بالكرة الأوروبية، ما تعرفوا التحليل. هذه تبينكم وينياما لعب أكثر من 90 دقيقة. نزيد لك، وينياما من بداية الموسم قطعة أساسية في نادي توتنهام. هذا وش يبين باللي راكم التحليل في واد وانتم في واد، لا علاقة بالكرة الأوروبية. من فضلكم ما زيدوش تحاجيو وحدكم وتجو تهضروا حنا محللين. المحلل ما تعرفش لاعب يلعب وين يلعب، في فريق يلعب فيه توتنهام، فريق كبير وفريق معروف، ما تعرفش تسمي لي 4-5 لاعبين يلعبوا تيتيلار في ليكيب توتنهام. وين ياما تيتيلار، دائما تيتيلار، ما تعرفش. من بعد تقول لنا هذه كقوس، سمحوا لنا نفتحوا قوس، خطره كاين حوايج تنطق العقون خاوتي اللي ما يتكلمش ينطق بالذراع. وين ياما قال لكم هذا يلعب بنك وعمره ما يلعب في توتنهام. الحمد لله البارح شافت الناس كامل اللي شافت الماتش تعرف وين ياما قطعه اساسيه في نادي توتنهام. لو تكلموا على المقابله، مقابله قلت لكم قمه ابداع، قمه الابداع. اخطاء غوارديولا مش يتعلم من الاخطاء نتاعو. غوارديولا ما عندوش تكتيك باين ولا خطه، ولا غوارديولا عنده منظومه، العبوا لوفونسيف، دوروا لي بالون، هذا هو غوارديولا. خاسر ربح نفس الخطة، يربح نفس الخطة، خاسر نفس الخطة. ما عندوش هذيك الدهاء ولا هذيك الحنكة ولا يعني الخبث الكروي كما يقولوا بين قوسين، ما عندوش. غوارديولا هذا هو، عنده فلسفة واضحة، تيكي تاكا كيما الكرة الهولندية وخلاص، والكرة الإسبانية وخلاص. تخسر ألعب خطة نفس الخطة، تربح نفس الخطة. انت يا يعني شوفوا خاوتي، يعني واش عليك انت خاسر، خاسر يعني مقصى، يعني 4-3 كنت قادر تزيد تدخل مهاجم جيسوس. وفي نهايه المقابله الناس اللي شافت الماتش، جيسوس كان غضبان، الكاميرا وراته كان غضبان جيسوس. صراحه انت خاسر، لعب زوز اتاكون، لعب صاني ما دار والو في العشر دقائق ربع ساعه الاخيره، ما دار والو. هذاك البرازيلي اللي دخل في بلاصه دافيد سيلفا ثاني ما كان والو، هذا دخل جاي يكسر، يضرب في الجوار ويجيب لي كارد ويجيب لي كوفرون لتوتنهام. محرز ما نزيدش نقول محرز، نقول كي نقول انا محرز يقول لك محرز ابو دكه، محرز ضعيف.
انا نقول لكم كون جا لاعب محرز مانيش انا نعلم الغيب، بس نهضروا الصراحه، محرز مع توتنهام فعال. واحد يقول لي توتنهام هما داروا والو في ماتش لالي، لا لا، مقابله الذهاب اللي خسرت هدف صفر سيتي كانت فرصه واضحه ووضوح الشمس وحده وجه لوجه. السرلين كالعاده الهوايه المفضله ليه ما نمدش البارو، نعطيك دارنا وما نمدكش البارو، والفهم يفهم. السرلينك الهوايه المفضله ليه ما نمدكش البارو، الله يسهل تعود فاس ا فاس وكش دايرين بيها تروا ديفونسير ينحوري البارو ما نمدكش البارو، هذه هي هذا هو السرلينك. لو عطالو ذيك البار كانت على الاقل تكون واحد واحد، وكانت تكون هضره اخرى، وكانت تكون واحد صفر مش واحد واحد. تعطرات السيتي هذيك الفرصه هي اللي كانت الاولى، عطاهم ضربه جزاء ضيعها اغويرو. ما علينا، هذه للتاريخ، محرز دائما هداف ضد توتنهام، دائما دائما. اذا محرز كان قادر يلعبوا ولو في بلاصه لا يدخل صاني، دخل محرز، كان قادر يخرج دافيد سيلفا يدخل محرز ودخل جيسوس كمهاجم ثاني. انت عندك انت مسجل 4-3 زيد دخل جيسوس هداف وفعال ولعب نجم كبير، نجم البرازيلي جيسوس. انا هضر الصراحه جيسوس ومحرز ومعاهم برناردو سيلفا ومعاهم اغويرو ومعاهم سيرلينغ ونلعبوا له يلعبوا الاوفنسيف في بلاصه ما خرج دافيد سيلفا، خلي غوندوغان ولعب نجم الاوفنسيف على الاقل سجل هدف ومن بعدها العب دافع. تبقى لك دقائق اخيره هاك متاهل. بصح غوارديولا وفي العادات وتقاليده. درك السؤال المطروح، محرز ما كمش باغينو علاش شريتوه؟ غوارديولا انت درك علاه جبت محرز؟ جبت محرز باش ديرو بنك، جبت محرز باش تلعبوا المنافسات الثانويه باش تريح سيرينغ، منافسات الثانويه الكاس هذيك تاع اسمها راح لي كانت سابقا نقول لها كارلين كاب كوبا كاب ولا نسي اسمها لا فينال، ما لعبتوش كونتر تشيلسي ورغم هو اللي تاهل، هو اللي اهل لك الفريق وسجل العديد من الاهداف والتمريرات الحاسمه ودا احسن لاعب في البطوله هذيك ولعب لعب سيرلينغ. اذا ماكش داير فيه ثقه علاش تشروه؟ علاش تشروه؟ ماكمش دايرين فيه ثقه ولا شريتوه على جال باش يلعب المقابلات الثانويه هذه تاع كاس الرابطه وكاس انجلترا، يلعبوا مقابلات الثانويه هذه الدورات الصغيره وباش تريح سيرلينغ. بصح انتم الدورات الصغيره ما كنتش تلعبوا فيه دايرين بنك، والشامبيونز ليغ في البدايه كي درتو بان بلي لاعب كبير وسجل عديد الاهداف والتمريرات العاصمه في الشامبيونز ليغ في البطوله الانجليزيه، سجل ضد توتنهام اللي راكم ما قدرتوش تتأهلوا على حسابها، سجل هو في توتنهام في ملعب توتنهام. إذا هناك تصفية حسابات عنصرية، أنا ما غاديش نقول عنصرية ندخل في نية الناس خاطر كاين ناس تقول لي هذا تعرف خير من غوارديولا. يا سيدي أنا ما نعرفش خير من غوارديولا، بصح علاش شروه؟ شريتوه باش ديروه يلعب المقابلات الثانوية وتريحوا سيرلينغ والجماعة وصاني وكذا. ها ما لعبش في كاس الرابطه، ما لعبش في كاس انجلترا، ما تلعبوش انا شارينو. ثم كان محرز مش بنادم، ما تشروش خير احسن، شريتو لاعب خير. كان حاجه اخرى، كان انسان، اي انسان فينا اي بشر كاين لي خطوه يندم عليها في حياه اي بشر واي لاعب، كاين مسار اللي يضر لك حياتك ولا غلطه ندمت عليها. من بين الغلطات اللي نشوف فيها هو امضاء محرز للسيتي صراحه، رغم انه السيتي فريق كبير وكذا وكذا، لكن من بين الغلطات دي فوا الانسان يغلط الله غالب، يدي المظاهر تخدع، مظاهر يقول لك مظاهر خداعه، مظاهر السيتي سيتي لكن مظاهر خداعه. لو امضى في توتنهام رغم ان احنا ماناش عارفين الغيب، يعني ممكن توتنهام ما تاهلش اصلا في الشامبيونز ليغ من دور اول تقصى ولا من دور المجموعات تقصى، بصح صراحة توتنهام كان يقدر عنده يعود عنده محرز في وسط لعب، عنده مدرب ما يظلمش، عنده مدرب يدور على اللاعبين يدور اللاعبين كامل، بوكيتينو ما يظلمش يدور اللاعبين كامل، عنده مدرب عنده وجهة نظر أخرى ونظرة بعيدة. هذا الفرق، محرز ضحية
اللوبيات اللي داخلين في السيتي وضحيه التكتلات اللي داخله في داخل المجموعه. وانا الحمد لله الكلام اللي قلته كنت شفته سابقا خوتي على السيتي، قلت يجي نهار اللي تنفجر وما تروحش بعيد في الشامبيونز ليغ، والحمد لله ها الوقت اعطانا الحق. علاش؟ خطرة التكتلات واللوبيات تكسر المجموعه. السيتي فيها العين اللوبيات، فيها اللاعبين الانجليز، فيها الاسبانيين البرازيليين، فيها الانجليز، فيها الفرنسيين. هذا هو التكتلات. سيرلينغ نلعب معه محرز فاس فاس ما يعطيش، ما عطاش فاس فاس مع توتنهام ما مدلكش. دي فوا دافيد سيلفا ثاني، برناردو سيلفا، فرناندينيو عفوا، برناردو سيلفا من احسن اللاعبين اللي يلعبوا مع محرز. برناردو سيلفا عفوا من اللاعبين اللي قريب ياسر المحرز، قريب ليه. وبرناردو سيلفا عاش نفس وضعية محرز في التاريخ. اذا خوتي بالمختصر المفيد، مقابلة تعطينا درس لبطولة الكوكايين باش نعرفوا كيفاش هذو الناس كانوا هما الهوليغانز والعنف وكذا، شوفوا نوصلوا. الشيء الاخر، محرز بكل صراحة يجب عليه تغيير الاجواء، اما اليوفنتوس جوفنتيس، اما ارسنال، اما تشيلسي، اما يروح اللي مش عارف انا لاتلتيكو مدريد. هذا من الاندية اللي يعني قابلين باغين محرز يجيهم صراحة، مثل نادي جوفنتيس مع رونالدو، محرز في لادروات، رونالدو في لاغوش. يعني نشوفهم موزيس هذاك اللي جوار اللي جون طالع هذاك، والله يعني شوفها جوفنتيس بنفس جديد. في الأخير خلتي ملاقاتنا مع ماسل من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.